بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل جمهور النادي الاهلي العظيم. يعني اكيد هنطمن في هذه اللحظات على رامي ربيعه، واحد من كباتن النادي الاهلي والاعمده الاساسيه، اللي يمكن زي ما احنا شايفين يمكن رامي كدمه قويه جدا، لكن الروح الكبيره والتضحيات الكبيره جدا المعتاده عن فريق النادي الاهلي وعن كباتن فريق النادي الاهلي هي اللي بتخلي اللحظات دي بتفرق بشكل كبير، رغم التحمل ورغم الالم. لكن رامي ربيعه انا مش هطول عليك طبعا، في البدايه مبروك يا روميو، واحد من اللعيبه العظام، يعني تضحيات كبيره جدا كالعاده، فوز مهم، جمهور النادي الاهلي عظيم. الاول عايزك تطمن كل جمهور النادي الاهلي على الاصابه. لا هو بس حصل اشتراك بس بيني وبين رمضان، هو زقني وانا في الهواء فما كنتش قادر اقف، يعني انا في الهواء فاي زقه ليك في الهواء بتبقى مش قادر تقف، فنزلت على كتفي شويه. بين الشوطين رحت عملت اشعه، كان دكتور مصطفى معايا، انا ما اعرفش لسه فيها ايه، انا بس باخد حقن مسكنه دلوقتي والحاجات دي، بس هي كتفي يعني مبدئيا ما فيهوش كسر ولا في شرخ ولا في اي حاجه، فدكتور مصطفى هو اللي يقدر يفيد اكتر عشان هو اللي كان معايا في الاشعه. يعني قبل ما اروح للدكتور مصطفى لاخد منك كلمه لكل جمهور النادي الاهلي واللعيبه الرجاله، لان الفوز النهارده البطوله ببطولتنا رامي زي ما انت عارف، النهارده ربنا كرمنا، لسه عندنا القادم افضل ان شاء الله. لا طبعا جمهور الاهلي ده حاجه تانية بصراحه، انت بتشوفه بتتبسط ماتش الهلال، انت رايح بص عامل ازاي، معاك جنبك ايه يا قندوس معايا في الاوضه على طول ده. فالحمد لله الحمد لله، جمهور عظيم عظيم بجد، حاجه تفرح وحاجه يعني بتخلي، يعني انا لو مكان الفرق اللي بتلعبنا هبقى قاعد منبهر بالجمهور اللي بيشجع ده، يعني فبصراحه ما بيوقفوش لحظه يعني، وبيقدروا الناس كلها وبيحترموا الناس كلها، وناس محترمه وناس واعيه، فاتمنى بس الاستمراريه ان شاء الله وبطوله افريقيا ان شاء الله نهداها لهم. دكتور مصطفى طبعا يعني كل ما بنسجل ما بنقولش الجنود المجهوله، بنقول الجنود المعلومه على دوركم الكبير اللي بتقوموا بيه الحقيقه، لان احنا بنشوف امور عديده جدا في افريقيا وفي هنا. انا بهنيكم على المجهود الكبير اللي بتبذلوه، لكن عايز اطمن ونطمن كل جمهور النادي الاهلي، رامي الكدمه انت كنت معاهم لازمه دكتور، قول لنا دكتور مصطفى الامور. احنا الحمد لله احنا واخنا بس عملنا الاشاعات اللازمه كلها، وطمنا ان هي ان شاء الله تكون حاجه بسيطه مش محتاجه اي تدخلات او كده، وبعتنا التقارير كلها والصور لدكتور احمد ابو عبله. بكره ان شاء الله في النادي هنقعد مع دكتور احمد نبص عليها كلها وناخد قرار نهائي فيها ان شاء الله. خد منك تهنئه لاعبتنا وجمهورنا على الاداء العظيم، لان البطوله كانت مهمه جدا بالنسبه لنا دكتور مصطفى. طبعا احنا بنبارك للجمهور كله بصراحه، حاجه تشرف جدا الوجود الجماهيري ده كله، ونتمنى الماتشات اللي جايه ان شاء الله كلهم يجوا كده بنفس الاعداد دي، وان شاء الله نفرحهم في كل الماتشات اللي جايه باذن الله. الف مبروك.